يعطيكم العافية. إن شاء الله هسه راح أشرح فيديو مهم كثير كثير، واللي هو سؤال مهم على موضوع المور سيركل، ولكن وكأنه ستراكتشر، يعني بيم، يعني كانتليفر بيم أو إلى آخره. كيف إحنا بنتعامل مع هاي الأشياء؟ كيف إحنا نتعامل مع هاي الأشياء؟ طبعا هو السؤال المفروض نشرح بعد الـ 3D stresses، ولكن إحنا بسبب إنه السؤال في معطيات ناقصة، مش معطيات ناقصة، يعني في ستريسز صفر، فتحول من 3D إلى 2D. وكوني أنا شرحت الفوليوم إليمنت بالبداية كيف أحدد ستريس إكس ستريس واي ستريس زد، فأنا قادر إني أحل المثال في هذا الوقت قبل ما نفوت بال 3D ستريسز. طيب بحكي لي في عندي كانتليفر ستيل شافت، كانتليفر ستيل شافت بهذا الشكل، بحكي لي في عليه فورس قيمتها 10 كيلو نيوتن، كيلو نيوتن. بحكي لي في فورس ثانية قيمتها 25 كيلو نيوتن، في عندي فيكتور مومنت، فيكتور مومنت بالعادة زي هيك بيكون ام اكس، ام اكس تساوي 20 كيلو نيوتن دوت متر. تمام. وحكي لي بالرسمة انه محور اكس اكسس هو هذا، وهذا محور الواي اكسس، فبالتالي المحور الثالث هو الزد اكسس، فالمسألة تعتبر 2D. وحكي لي هاي المسافة 4 متر، وحكي لي السي اللي هي المسافة من هذا سيركلر ستيل شافت. الحمد لله. فهاي السي قال لنا 0.1 اللي هي مركز الدائرة، اللي هي ستيل شافت. طبعا كيف عرفت انه دائرة؟ لو ما قال لي انه سيركلر ستيل شافت، هو رسم لي سكشن عند نقطة A، حكى لي في عندي بوينت A هون جاي على الفيكست بالضبط. طيب حكي لي في عندي دائرة زي هيك، اللي هي السكشن هاي جاي زي هيك، حكي لي هذا هو محور زد وهذا هو محور واي، إذا كنت طلعت عليها من الجهة الثانية من هون. طيب هذا هو الكروس سكشن عندنا. المطلوب الأول ادرو ستريس فوليوم إليمنت at h and k، يعني بما معنى بدي احسب كل الستريسز عند h وعند k واطبقهم. فرق ثاني determine principal stresses and planes at k، بدو بس عند k. draw stress element at k at the position of principal stresses. بس هاي هي المطالب. طبعا تاخذ سكرين السؤال عشان ايش ما يروح. طيب هاي المسألة هاي انا كتبتها وصارت معي هون. طيب هاي هي المطالب. اول خطوة لازم احنا نطلع كل الستريسز اللازمة على هذا المقطع. طبعا آسف جدا، هاي النقطة هي H على القمة، وهاي القيمة هي K على هاي القيمة، على هاي الأماكن. نحذف القديم ونحط الجديد. طيب هاي المسألة عندي، أول خطوة مسألة زي هاي لازم نوجد القوة الانترنال فورس عندي إيه؟ الانترنال فورس عندي هي تعرف المومنت ديجرام. طيب احنا يعني عيب اني اشرح كيف نرسم مومنت ديجرام لكانتليفر بيم طلاب ماجستير، بس ولكن بدنا نرسم، ونرسم نورمال فورس ديجرام. طبعا خلص هاي نورمال فورس ديجرام، لازم تكتب اسم الديجرام، وبدك توجد الشير فورس ديجرام، وبدنا نوجد البندنج مومنت ديجرام.
نورمال فورس ديجرام قايل لي في عندي فورس 25 ثابتة ما بتتغير، في عندي فورس كومبريشن 25 فبرسم 25 سالب 25 سالب 25 معناته الستريس عندي ايه 25. شيل فورس ديجرام في عندي 10 في الرياكشن 10 هاي 10 هاي 10 في عندي بندنج مومنت ديجرام يكون 10 في 4 40 مثلث سالب 40 سالب 40. ليش؟ ارسم عن جهة التنشن، الفورس هيك والمومنت هون راح يلف زي هيك، هذا ذا السهم وهذا رأس السهم، فهذا تنشن، فالتنشن فوق فهو نيجاتيف، كومبرشن تحت فهو بوزيتيف. هيك احنا شغلنا بالستركتشر. وفي عندي تويستنج مومنت كان بالمسألة معطيني اياه 20، هسا هذا ما بهمني اشارته من الآخر. في عندي تويستنج مومنت، تويستنج مومنت قيمته 20 ثابتة على السكشن 120، يعني هذا هاي هي القيم اللي أنا بدي إياها. القيم اللي أنا بدي إياها هي النورمال بتساوي 25، كومبريشن الشير 10 لتحت راح تكون، والمومنت هو سالب 40. هذا المومنت هو ام زد، هاي شغلة كثير مهمة تركز عليها. المومنت هذا هو ام زد. تقول لي ليش؟ بقول لك نرجع للسؤال، نرجع للسؤال. احنا المحاور عندنا لو ترسمها 3D هي هيك، الاسطوانة جاية هون، هذا اكس هذا واي هذا زد، الاسطوانة جاية كانتليفر زي هيك، طبعا هي دائرية هيك هيك. لما رسم لي زد واي، هاي الزد واي، هاي النقطة اتش هاي النقطة كي. طيب الفورس هاي الـ40 راح تلف زي هيك هيك هيك، الرياكشن تبعها هيك، شو المحور اللي لفت عليه؟ زد، في ام زد، ام اكس هي اللي لفت على هذا المحور. وين محور اكس؟ هاي محور اكس، هذا محور اكس، المومنت الـ20 لف هيك هيك يعني، أو ممكن يكون لف هيك، ما بيهمنيش إشارته. طب كيف أعرف؟ من الاتجاه، من الاتجاه هو رسم لي الفيكتور هيك، فبالتالي أنا بحط إبهامي زيه، فراح ألاقي إنه لو أنت حط هسا الشاشة الإبهام لليمين راح تلاقي هاي لفت هيك، فهيك هو لف الـ20. أم واي ما عندي، أم واي ما عندي مومنت بلف زي هيك، فمشان هيك أم واي صفر، ستريس واي صفر. طيب فهذا الشيء اللي انا بدي اياه، فالفي 10 لتحت هيك، هذا الرياكشن، فالفورس ايه لتحت سالب 40 سالب 25 لان هذا ضغط هيك، فهي شرح الرسمه. طيب هسه لازم نطلع الجيومتريك بروبرتي، نطلع الاريا، الاريا هي واي في سي تربيع اي. هسه المومنت وين لف؟ ها نركز على شيء كثير مهم، المومنت وين لف؟ المومنت حول زد، بهمني اي زد، بهمني مين؟ اي زد. مين بهمني كمان؟ اي واي، عشان التويستنج، عشان التويستنج اي زد واي واي، اي زد واي واي هذول بهموني، الاكس ما بتهمني لانه احنا المحور عندنا هيك واي زد، فانا بهمني الاي واي والاي زد بس، هي هاي كل السلافي. طيب انا دائما بطلع على السكشن تبعي اللي انا شغال عليه، طالب مني واي زد باخذ اي واي واي زد، طالب اكس واي اي اكس واي واي. المهم راح نكتب انه الاريا بتساوي، يعني ما بدناش نطول كثير، الاريا بتساوي باي سي تربيع، وراح تساوي معنا 0.03142 متر مربع.
في عندي الاي زد، الاي زد تساوي، احنا المومنت الفينيرشي للدائرة هي باي على 4 في ار قوة 4، باي على 4 في سي قوة 4، وراح تساوي معنا 7.854 ضرب 10 قوة سالب 5 متر قوة 4، وتساوي اي واي لانها دائرة مش مختلفة. في عندي التورشنال بروبرتي اللي هي الجي، واللي هي اي واي زائد اي زد، وتساوي نضرب 2 هنا 1.5708 ضرب 10 قوة سالب 4 متر قوة 4. طيب طلعت الجيومتريك بروبرتي، طلعت الجيومتريك بروبرتي. طيب هسه بدنا نجي لشيء كثير مهم، بدنا نحسب لاتش ونحسب لكي. بناخذ الستريس ديستريبيوشن، ناخذ الستريس ديستريبيوشن هاي الدائرة عندنا، هاي النقطة اتش، نشتغل لاتش اول. احنا هذا المحور احنا اتفقنا انه هذا زد، هذا ام زد اللي هي سالب 40 اللي هي هيك، هاي هي الام زد. طيب شو بعمل؟ ستريس ديستريبيوشن دي يكون عندي ماكسيمم على الاطراف وزيرو بالنص، زيرو بالنص، هاي هي موجبة للتنشن، هاي هي سالبة، هاي ستريس ماكس، وهي برضه راح تكون ستريس ماكس بس بالكمبريشن يعني مينيموم بغض النظر. فهاي ستريس، هاي ستريس، هاي ستريس، هاي الستريس اوكي بتلف حول الزد، ولكن احنا بنطلع النورمال فورس تبعتي، النورمال فورس كانت تجاه محور اكس، تجاه مين؟ اكس، يعني هذا هو الفيس اكس. يعني نرجع نكرر، احنا الرسمه كانت النورمال فورس تجاه الاكس، يعني هذا الفيس، ها رجاء ركزوا، هذا الفيس اللي انا بشتغل عليه هو اي فيس؟ اي فيس؟ نسال حالنا اذا هذا الفيس اكس فالمحاور واي زد، يعني هذا واي وهذا زد، النقطه كي والنقطه اتش. اذا هذا المحور واي زد فهذا الفيس اكس، زي سلافة الفوليوم إليمنت، زي سلافة الفوليوم إليمنت. كنا نحكي إذا هذا الفيس إكس يعطيني ستريس إكس، وكانت المحاور الثانية أوريدي هي زي واي وزد، فهذا الإشي اللي عندنا، فهذا ستريس هو ستريس إكس، هو النورمال ستريس على إكس. ضروري تركزوا على هاي المعلومة، ضروري تركزوا هاي المعلومة. فستريس إكس إيش بده يساوي عندي؟ إحنا عندنا جنراليزد نورمال ستريس، واللي هي كون عندي فورس نورمال هون فهي موجب او ناقص بي على اي، كون في عندي مومنت فهي زائد او ناقص ام في سي على اي، وكون عندي مومنت ثاني ممكن يكون في الاتجاه الثاني، يعني عندي مومنت هيك ممكن يكون اللي هو ام واي اللي هو اللي عندنا احنا بنفتقده بساوي صفر، فهو زائد او ناقص ام في سي على اي. ولكن إذا هاي ام زد باخذ المسافة واي، إذا هاي ام واي فهاي المسافة اكس، إذا هذا ام زد فهاي اي زد، وإذا هاي واي هاي اي واي. لحسن الحظ عندنا هذا زيرو، فبالتالي صف عندي بي على اي زائد او ناقص ام زد على اي، سي واي المسافة على واي اللي هي هاي اللي هي 0.1، المومنت هي 40، وانا طالب عند اتش، اتش هي تنشن فهي موجب، فهي موجب. والاي زد حسبناها، البي هي كومبريشن فبنشيل الزائد فهي 25 سالب، والاي حسبناها، بيطلع معي الناتج النهائي بالشكل التالي. ستريس اكس تساوي سالب نورمال على الاريا زائد زائد بسبب انه المومنت تنشن ام زد في واي على اي زد، وتساوي سالب 25 ضرب 1000 على
0.03452 زائد المومنت هو 40، لأنه كيلو نيوتن ضرب 1000، والمسافة 0.1 على 7.854 قوة سالب 5، ويساوي 50.13 14 قوة 6، واللي هي 50.13 ميجا باسكال. هاي هي قيمة ستريس اكس، هاي هي قيمة ستريس اكس. ستريس واي وستريس زد هم اصفار، لانه ما في، لاني انا شغال على الفيس واي زد، انا شغال على البلين اللي اسمه واي زد، يعني انا شغال على الفيس اكس. فانا حسبت ستريس اكس، لازم بالامتحان تحدد له انه ستريس واي يساوي ستريس زد يساوي صفر. تمام، خلصنا من النورمال ستريس للبوينت اتش. نركز انه احنا كل شغلنا على البوينت اتش. هسا مين بدنا نروح؟ نروح على الشير، نروح على الشير نفس الطريقة، نرسم الستريس ديستريبيوشن تبع الشير. هذا normal stress distribution، فين دي shear stress distribution. shear stress distribution احنا بنعرف انه انا بالفيس هذا كان في عندي shear force قيمتها 10 لتحت، وفي عندي moment twisting moment على الفيس x بلف حول x، اللي هو اللي بلف، اتفقنا انه بلف زي هيك، احنا كلنا اتفقنا انه زي هيك. انا ما حطيت ابهامي بالشكل 3D، اتفقنا انه ابهامي كان هيك، فاصابعي قلبت هيك، في قلبت هيك برضو، الاتجاه مش مهم. وهذا المومنت هو كان اسمه ام اكس ويساوي 20. فبالتالي هسه انا بدي اشتغل عند الاتش، بدي اشتغل عند الاتش. هسه لما اتخيل انه عند الاتش، بتخيل وكانه عندي مماس عند الاتش. هذا المماس باتجاه ايش؟ زد، وهذا واي، فهذا موازي للزد. فانا الشير اللي عندي هون اسمه، انا اي فيس بشتغل اكس، وشو اتجاه المومنت؟ على الزد. فهذا هو شير اكس زد، واللي هو تي في سي على جي، لانه ناتج عن مومنت، لانه ناتج عن مومنت. طيب التي هي 20، خلينا نكتبه بالله على الشرح. شير واي زد، اتفقنا ايش واي زد، ايه اكس زد قصدي، اللي هو تي في سي على جي، ويساوي 20 ضرب 1000 عشان نيوتن دوت متر ضرب 0.1 على الجي، اللي هي 1.5708 ضرب 10 قوة سالب 4، ويساوي عندي 12.73 ميجا باسكال. طيب ليش موجب؟ ليش موجب؟ لأن بكل بساطة المماس تبعي كان باتجاه زد الموجب، هو رسم لي انه هذا هو زد الموجب. تالت شير اكس زد قيمته 12.73 ميجا باسكال، ميجا باسكال. طيب في شغلة كثير مهمة، راح يقول لي طيب ما في عندي شير فورس باتجاه الواي، يعني انا في عندي شير اكس واي. بقول لك صح انت بطل، ولكن الستريس ديستريبيوشن باتجاه الشير اكس واي هو بالشكل التالي. ليش؟ لانه قانون الشير ستريس الناتج عن الفورس هو في في كيو على I في T أو B. ال V هي الشير فورس، ال Q هي الفيرست مومنت اوف اريا، والملخص السريع عنها بالأطراف بتكون زيرو. وإذا كنت أنا بدي أسترس بنقطة معينة هون، باخذ المساحة اللي تحتها لأنها تحت السنتر، وإذا أنا بشتغل على مساحة فوق السنتر باخذ فوق السنتر، وإذا أنا على السنتر بالضبط باخذ يا اللي فوق يا اللي تحت. وال Q قانونها مجموع الاريا في السنترويد، في السنترويد واللي هو بعد سنتر المساحة عن سنتر الشكل الكلي، هاي هي الكيو.
والفي هي الشير فورس، والاي هي المومنت اوف انيرشيا، والبي هي عرض السكشن. فبالتالي كون النقطة اتش على الطرف فوق، فالشير اكس واي هو صفر. الشير اكس واي هو صفر، ليش؟ لأن النقطة اتش هي طرفية، فالفي فالكيو تبعتها صفر، فالفي كيو على اي تي تبعتها صفر. فبالتالي عند النقطة اتش انا ما عندي غير اكس زد. فبالتالي بيطلع عندي شير اكس واي يساوي صفر، ومنه بقدر اقول شير اكس واي شير واي زد برضه بيساوي صفر. بالتالي اذا بدي ارسم الستريس، اكتب الستريس تبعتي، فهي ستريس اكس 50.13 على النقطة اتش صفر صفر، اكس واي صفر، واي زد صفر، اكس زد 12.73 صفر صفر 12.73. فهي زيها وكأنها 2D stresses، وكأنها 2D stresses. الفوليوم إليمنت، الفوليوم إليمنت راح يكون عندي هاي المحاور X Y Z، راح يكون في عندي هذا الفيس X، في عندي 50.13، في عندي باتجاه الزد طلع معي موجب 12.73، وعندي هاي صفر، هون صفر صفر، يا ترسمهاش من مرة صفر، وهون في عندي واي زد صفر، واي واي اكس برضو صفر، يعني ما فيش اشي فوق. هون في عندي ستريس زد صفر، في عندي واي زد صفر، ولكن عندي زد اكس او اكس زد اللي هي 12.73. بس هذا هو الفوليوم اليمنت. طيب بخصوص النقطة اتش، بخصوص النقطة كي، بخصوص النقطة كي، هذا كله at point h. طيب at point key، عند ال point key في عندي كثير اشي مهم. هاي كي normal stress distribution، اتفقنا انه هيك، فالستريس الناتج عن المومنت هو صفر، فبالتالي ستريس اكس هو فقط سالب بي على اي، واللي هو بيطلع معنا تقريبا سالب 0.8 ميجا باسكال. ات بوينت كي ستريس اكس راح يكون عبارة عن فقط اللي طلع بالبداية، اللي هو تقريبا سالب 0.8 ميجا باسكال. هاي بخصوص ستريس اكس. بظهر عندي الشير، اتفقنا انه في عندي مومنت زي هيك، فبالتالي لو انا كان مماس عند النقطة كي فهو هيك، فهو لتحت، فهذا الشير. انا وين هذا؟ اي فيس اكس واي نقطة واي، ويساوي سالب تي سي على جي، اللي هو طلعنا قبل شوي هذا الرقم، ولكن اسمه اكس واي وسالب لانه لتحت، بس هذا الاكس واي الناتج from twist. طيب انا في عندي كمان صح في عندي شير فورس لتحت قيمتها 10، وهي جايه نقطة هون الستريس ديستريبيوشن، اتفقنا انه هيك عندي ماكسيمم هون، فشير اكس واي الناتج عن فورس القوة لتحت، فهي سالب 10 في كيو على الاي في البي. اي مين الاي؟ اي للسكشن اي زد، اي زد والاي واي مش راح تفرق، بس هي اي زد. طيب
البي هي عرض السكشن، انا معي هاي بوينت 1، فهي كامله ايش؟ بوينت 2. الاي حسبناها بتضل كيو، كيو هاي كيو المساحه اللي فوق السنتر، ها زي هيك صارت نصف دائره، نصف دائره السنترويد تبعها على مسافه 4 ار على 3 واي، هذا السنترويد تبعها. وهذا سنتر الشكل كامل اصلا، فهي هي الكيو راح تساوي نص هاي مساحه، نص مساحه الدائره اللي هي 0.03 واحد أربعة اثنين على اثنين ضرب بعد السنترين عن بعض، بعدهم عن بعض هي 4 آر على 3 باي، بطلع قيمة كيو، بطلع قيمة كيو. طيب فباجي بكتب هسه كيو تساوي ال A في واي، لو عندي أكثر من مساحة بشتغل عليها، واللي راح تكون عندي 0.03 1 4 2 2 مضروب في 4 آر على 3 باي، وتساوي 6.667 × 10⁴ سالب 4 متر مكعب. فالشير شير اكس واي فروم فورس، فروم فورس تساوي في في كيو على اي زد في البي، الفي هي 10 وسالب لانه لتحت 10 كيلو نيوتن ضرب كيو اللي هي 6.667 ضرب 10⁴ سالب 4، هاي تكون عندي 7.8 × 10⁴ سالب 5 مضروب في البي اللي هي 0.2 عرض القطاع كامل، تطلع معنا سالب 0.4245 كأنه مش متأكد ميجا باسكال. فالشير اكس واي الكلي تساوي حاصل مجموعهم اللي هي سالب 13.1566 ميجا باسكال، والباقي صفار طبعا، يعني ما اجي اقول هون شير اكس زد صفر، شير واي زد صفر، وهذا كالتالي. فبالتالي صفى عندي هذا النقطة كي، الاسترس اللي عليها هي اكس واي بلين، فانا بقدر اشتغل كامل على كأنه اكس واي بلين. شباب نركز، معي ستريس اكس، معي شير اكس واي، وستريس واي ايش؟ صفر. بقدر طبعا الفرع الثاني من المسألة كان الفرع الاول نرسم الفوليوم اليمنت بنفس الطريقة، فوليوم اليمنت نرسم 3D stresses، هذا الفيس اكس، فهاي عندي سالب بوينت سالب بوينت 8، فانا عندي بوينت 8 لجوا، عندي اكس واي لتحت ليش؟ انه سالب صح، هو طلع سالب انت كي او سالب، فهو لتحت 13.1566، ما في شيء ثاني بس هذول. ممكن اني ارسم كونه فوليوم اليمنت، فعندي اكس واي، هاي الواي 0 والاكس واي هذا المحور، ولكن باتجاه هذا، اتجاه اللي بعيد عنه، هذا واي اكس شير واي اكس لو بعيد بس. هذا كان الفرع الاول. الفرع الثاني اوجد البرنسبل ستريس والبين ات بوينت كي، سهل جدا، نفوت على نحسب يدوي، باجي بحكي عندي انا عندي ستريس اكس قيمتها سالب 0.8 وستريس واي صفر، وستريس وشير اكس واي طلع معي سالب 13.1566. فهاي هي الماكسيمم نورمال ستريس، مينيمم نورمال ستريس، ماكسيمم شير ستريس، برنسبل بلينز وشير بلينز، وهاي المور سيركل تبعتي، وهاي ستريس افريج وار والى اخره الى اخره. هاي هي رسمة المور سيركل للسؤال اللي حليناه. طبعا لا
لا تيجي تسألني كيف جودة هذول، أنت بالدار حلهم برنسبل ستريس وهاي. draw stress element at k at the position of the principal stress. ممتاز. يلا هو قلب اكس واي بلين اصلا. هو ايش قلب؟ اكس واي بلين. عندي ستريس اكس بوينت 8 وشير اكس واي سالب من لتحت. فهاي بوينت 8 وهاي 13.156. بده at the position at the maximum stresses. يعني بدي ارسم زاوية ثيتا بي قيمتها 44.13 برسم السكشن. انا افرض رسمناه هون، عندي الماكسيموم ستريسس كم طلع؟ طلع 13.56. الماكسيموم 12 والمينيموم سالب 13. اوكي هذا الماكس 12 وهذا المينيمم سالب 13. استنى شوي مش واضح. سالب 13 5 6 12 هاي. وبده اذا بدي على الثيتا اس اللي هي على زاوية 89 بدها تكون هاي البلينز. عندي هون باخذ ستريس افريج اللي هو طلع سالب 0.4 والشير ماكس 13.16 بالشكل هذا. بس ويعطيكم ألف عافية.